اهلا بحضراتكم من جديد. فقرتنا الحواريه اللي هنبداها مع بعض دلوقتي هتكون عبر تطبيق زوم عن موضوع مهم جدا والدوله مهتميه بيه بقالها فتره، وشغاله طبعا الدوله زي ما حضراتكم متابعين دائما معانا على مشاريع كتير جدا، من ضمنها طبعا الطرق والمواصلات لضمان حركه تنقلات سهله وامنه في نفس الوقت للمواطن. وفي الاطار ده كمان احنا عندنا توجهين بخصوص السيارات، في اتجاه ان هي تشتغل بالغاز بدل البنزين، وفي الوقت نفسه في كمان طموح ان يكون عندنا سيارات تعمل بالكهرباء. طيب مدى جاهزيتنا لده؟ امتى هيتم تطبيق ده بشكل واسع او هيتم تعميمها بشكل واسع؟ ايه الخطوات اللي بالفعل اتحققت الى الان؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا عبر تطبيق زوم المهندس جمال عسكر خبير السيارات. اهلا بحضرتك وصباح الورد يا فندم. يعني احنا في الانتظار طبعا انه بنجهز المداخلة، لكن خلينا نقول طبعا انه بعض المعلومات اللي بتخص هذا الشأن، انه اصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تقرير توضيحي بعنوان الغاز الطبيعي المضغوط الوقود الافضل لجميع انواع السيارات والمركبات، وده في اطار تنفيذ خطة الدولة الطموحة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وبتحظى طبعا بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس والحكومة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي. وهنرجع تاني لضيفنا اللي معانا دلوقتي على زوم المهندس جمال عسكر خبير السيارات. اهلا بحضرتك يا فندم وصباحك صباح الورد. اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير يا فندم عليك وعلى كل المشاهدين. يعني يمكن مؤخرا الدولة زي ما حضرتك عارف اخذت قرارات بخصوص عمل السيارات بالغاز بدل من البنزين، رأي حضرتك ايه في هذا الشأن؟ وخصوصا ان في تخوفات عند العديد من ان هي ممكن تسبب ضعف في موتور السيارة في حالة تحويلها من البنزين الى الغاز. احنا في البداية بنقول هو التوجه جه ازاي؟ توجه رئيس الدولة بعد اعادة ترسيم الحدود في مصر. مصر بدأ عندها تم اكتشاف حقل زهر، وحقل زهر تقريبا هينتج لمصر او موجود حاليا وفره بتقدر ب 3 تريليون متر مكعب من الغاز. 3 تريليون متر مكعب، ومصر تقوم باستيراد ما يقرب من 30 مليار دولار سنويا للمحروقات، ده مبلغ كبير جدا بيرهق كاهل الخزينه المصريه. فكرت الدوله جليا في هذا الموضوع وبدأت تتكلم عن تحويل السيارات للعمل بالغاز. طب ليه عمل السيارات بالغاز؟ لان عمل السيارات بالغاز يكلف قائد المركبه تقريبا في حدود 30 في، يعني لو هو بيمون عربيته تقريبا ب 1000 جنيه في الشهر، تقريبا هيمونها بالغاز في حدود 400 جنيه، فهنا تقريبا بيوفر في حدود من 55 الى 60% من قيمه ما يدفعه سنويا شهريا في تموين سيارته بالغاز. ده الشق الاقتصادي وتوفير الفلوس، ولكن ماذا بعد؟ يعني احنا عايزين نطمن المشاهدين لان هناك تخوفات، بيقول يعني في مثلا راي بيقول انه بعد 200,000 من تحويلي للغاز انا كده هبتدي اصلح بقى اللي وفرته في الموتور السياره لانه هيتاثر. فحضرتك يعني تقنيا برضو عايزين نشرح للمشاهدين نطمنهم. يعني قبل ما نبدا نعمل اي تعديل في المركبه بنتكلم ازاي؟ بنقول ان احنا عندنا الكمبريشن ليك تيست، احنا بنعمل اختبار لكفاءه المحرك بتاعنا، لازم تكون كفاءه المحرك تتجاوز 30% من الايه؟ من يعني تتجاوز 70% من الكفاءه بتاعه المحرك. 70% يعني نبدا نفكر ان احنا نبدا نحول المحرك ده للعمل بالغاز. رقم 2، بناخد الكمبيوتر، يعني كل عربية ليها لوحة، اللوحة دي عليها بيانات كبيرة، بيانات كاملة للمركبة، البيانات الكاملة للمركبة دي بناخدها ونحطها مع الكمبيوتر الخاص أو السبيسيفيكيشن، المواصفات الخاصة بتاعت العربية دي بنحطها على الكمبيوتر الخاص بمواصفات الغاز، ونلاقي الاثنين يتماشوا مع بعض، يعني هيحصل هارموني، هيحصل تناغم ما بين الكمبيوتر ده والكمبيوتر ده، نبدا نفكر ان احنا هنبدا دلوقتي نشتغل على تحويل المركبه. الحاجه الثانيه، بتعاني المركبات في مصر خاصه المركبات القديمه من ايه؟ من وجود نوعين من الادخنه في الشارع المصري. اول دخنه بنشوفها في الشارع المصري هي الدخنه السوداء القاتمه. دخنه سوداء قاتمه معناها ايه؟ معناها ان احنا عندنا الفيول كونسامبشن عالي جدا، عندنا استهلاكات بنزين عاليه جدا. دي بتظهر من ايه؟
احنا عندنا الرشاشات اللي بتبخ البنزين في المحرك من الداخل، دي المفروض تدخل البنزين عباره عن رذاذ. لما بيبوظ الرشاشات دي بتدخل البنزين ده عباره عن سيل من الميه، اكنه ميه، اكن احنا فيت ميه شغاله. السيستم بيشتغل ازاي في المحرك؟ عباره عن بنزين وهواء مضغوط وشراره من البوجيه، تتسبب في حدوث انفجار داخل غرفة الاحتراق الداخلية في المحرك، دي اللي تبدأ تدينا الباور أو القدرة اللي بتمشي العربية على الطريق. طيب الرشاشات دي ما تتبدلش ما تتصلحش؟ بالضبط. قبل ما بيجي يحول هذه المنظومة بيعمل إيه؟ بيبص على كل هذا الكلام في شركة الغاز، في شركة التحويل. لو لقيت الكلام ده مش مظبوط بترجع العربية تقول غيروا طقم الرشاشات، أو غيروا الطولمبة بايظة بتبخ بنزين، أو منظم الضغط البريشر ريجوليتر مش مظبوط، عندك مشكلة معينة في البنزين، راجع ده وتعالى. البوجيهات شغالة كويس، لازم تكون شغالة كويس. فلتر الهواء شغال كويس، لازم يكون فلتر الهواء شغال كويس. ليه؟ عشان يدخل الكمية الهواء المظبوطة اللي هتدخل قصادها كمية غاز أو كمية بنزين مظبوطة عشان تسبب حريق كامل. الحاجة الثانية الخطيرة اللي احنا بنشوفها في الشارع المصري هي تواجد دخنة لونها ابيض عالي جدا. يبقى احنا عندنا دخنتين، الدخن السوداء قوي قلنا ده استهلاك بنزين كتير، الدخنة البيضاء القوية دي نتيجة لايه؟ نتيجة لتقادم المحركات وعدم الاهتمام بعمل الصيانة الدورية للمحرك. بيحصل ايه؟ بيحصل ان المحرك بيحصل فيه حاجة اسمها تفويت، المحرك بيفوت. اللي بيحصل ايه هنا؟ ان في كميه، احنا قلنا غرفه الاحتراق بتحرق ايه؟ بتحرق بنزين وبتحرق هواء بواسطه البوجيه، هيخش معاهم كميه كبيره جدا من الاويل كونسامبشن، في زيت كتير هيخش مع المنظومه دي. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الدخنه بقت بيضه جدا نتيجه لايه؟ لاستهلاك، او لان احنا بنحرقش هواء مع بنزين، احنا بنحرق هواء وبنزين وكميه زيت كبيره جدا. فاول ما بيتابعها شركه الغاز قبل ما تيجي تشتغل بتبص على نوع الدخنه دي وبتحسب الكربون مونوكسيد اللي طالع من العربيه من الشكمان، وتبدا تقول اه والله المنظومه دي تنفع او ما تنفعش. يعني هل ممكن، يعني انا اللي فهمته من حضرتك انه زي بالظبط المريض اللي بيروح بتحاليل او اشعه للدكتور ويبتدي يشخص الحاله، فدلوقتي لو هي عربيه قديمه شويه بيتكشف عليها بالكمبيوتر ومثلا يتقال زي ما حضرتك قلت في حاجات معينه عايزه تتغير علشان تؤهل لان هي تتحط للغاز، هل ممكن بعد هذه التعديلات ويتم الكشف تاني على العربيه يطلع ان هي خلاص ما ينفعش تتحول لغاز؟ بالطبع، لو احنا لقينا كل هذه المؤثرات موجوده ازاي نشتغل عليها ونحولها للغاز؟ لازم تبقى العربيه 10 على 10 عشان تتحول. ايه معنى عربيه قديمه وعربيه جديده؟ انا عندي عربيه موديل 70 ومعايا زميل عنده نفس العربيه، انا استخدامي استخدام راقي جدا، العربيه بتاعتي بعمل لها الصيانه الدوريه المظبوطه. صحيح، زي ما بيقولوا ايديك في، يعني ايديك فيها على طول وبتوديها للصيانه وما بتسيبهاش تتعب فتره طويله. بالظبط. الناحية الثانية استهلاكه قاسي جدا، هو عنيف في السواقة، abnormal use، يعني هو دايما استخدامه سيء للمركبة، ما بيعملش صيانة خالص. فاحنا الاثنين موديل 70 والعربيتين ماشيين 200,000، بس دي عايزة تترمي ودي براند نيو. يبقى ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الدرايفر بيهيفير، سلوك السائق. احنا ممكن نجيب عربيه جديده زيرو نديها لواحد مهمل يبقى واصل في حدود شهر يكون مدمرها طبعا. ممكن نجيب عربيه قديمه نديها لواحد متخصص يركب العربيه هيحافظ على الحاله بتاعتها لفتره طويله جدا. صحيح. حاجه الثانيه، احنا عندنا القاهره بتعاني من الانبعاثات الكربونيه بشكل كبير. والقاهره الكبرى مصنفه في الانبعاثات الكربونيه، عشان كده توجهت الدوله لاتجاهين. أول اتجاه كان مبادرة الرئيس الأولى بتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربية في إفريقيا، وطبعا دي حاجة طفرة غير مسبوقة للدولة المصرية، وعلى أساسها وزارة قطاع الأعمال وقعت اتفاقية ما بين شركة النص سيارات المصرية مع شركة دونغفينغ الصينية لإنتاج 25,000 مركبة كهربية في 1/1/2022. عشان نعمل ايه؟ عشان نقلل الكربون مونوكسيد او الاكسيد الكربون. احنا عارفين ان اوروبا وامريكا 2025 و2030 مش هيبقى موجود عندهم نهائي عربيات بنزين او عربيات ديزل، حتى المعدات اللي بيشتغلوا فيها في الشوارع زي المكنسه اللي بتكنس الشوارع الكبيره الضخمه دي، زي الكومباكتور الضغطه بتاعت النفايات الكبيره اللي بتشيل البراميل اللي فيها القمامه، كل ده بيشتغل بالكهرباء. اول حاجه عشان التلوث السمعي، تاني حاجه عشان التلوث
الصحي. احنا بيهمنا النهارده طبقا لمبادره الرئيس لرؤيه الرئيس 2030، حضرتك بتتكلمي على البيئه، الطاقه، الشباب، عشان نطلع شباب عنده صحه وقوي، مش عايزين معدلات تلوث. عشان نتكلم على بيئه نظيفه لازم نستخدم الكهرباء، بعد كده نستخدم الغاز. يعني الكهرباء هي الاساس في هذا الموضوع، الكهرباء نمره واحد، كل العالم تتجه الى الكهرباء. عندنا ميزه كبيره جدا في الغاز نتيجه لتوافر كميه كبيره من الغاز، واحنا دايما بنقول عايزين نبقى زي الدول الكبيره قبل كده اللي كان عندها كميات غاز رهيبه. في عندنا بعض الدول الحقول بتاعتها دي نبضت خلصت، وفي دول كتيره جدا بتحافظ على هذه الثروه لجيل واثنين وثلاثه واربعه. يبقى احنا لازم نعمل نشتغل ازاي؟ هنشتغل على المنظومه الكهربائيه، دي مبادره الرئيس الاولى ودي مبادره فوق الممتازه. هنتكلم على الطفره الثانيه او المبادره الثانيه بتشغيل الغاز. الغاز نمره واحد مفروض نستخدمه في عالم الصناعه، لما مصر حققت احتياطي مصري كبير من الغاز واكتفاء ذاتي، ده طبعا اكيد هيساهم في دور نسبه العربيات، او يعني عدد العربيات اللي هتتحول الغاز هتبقى اكتر. ولكن فيما يخص العربيات اللي هتدار بالكهرباء، الكهرباء دي لازم اشتري العربيه اوريدي مجهزه كهرباء، ولا ينفع احولها ايضا من بنزين لكهرباء؟ مفيش حاجة بتتحول في الكهرباء، الكهرباء بتتعمل أساسا. ليه؟ هو إيه الفرق بين العربية العادية البنزين أو الديزل أو الغاز، وإيه الفرق بين عربية الكهرباء؟ العربية الكهرباء فيها موتور كهرباء، العربية البنزين والديزل والغاز فيها محرك بنزين أو محرك ديزل، فرق كامل، فرق شاسع جدا. الكهرباء موتور الكهرباء ما بقاش عندنا فيه، يعني كلمة موتور للعربية الكهرباء، كلمة محرك للعربيات البنزين والديزل، عشان نركز في الألفاظ، لأن الألفاظ أحيانا الناس بتختلط عليها الألفاظ. أكيد. فاحنا عايزين نتكلم في إيه؟ إحنا في البنزين والديزل عندنا حاجة اسمها الصيانة الدورية للمركبة، زيوت وفلاتر وسيور و و و وعمرة محرك و و. إن هنا في الكهرباء إحنا ما عندناش الكلام ده خالص، يعني الرننج كوست أو التكلفة بتاعت الصيانة الدورية دي بتعتبر تقريبا في حدود 20% من اللي كنا بنعمله في العربية البنزين. يعني إحنا كأننا بالظبط بنتعامل مع السيارة اللي هتدار بالكهرباء زي الموبايل وشحن بطارية الموبايل. بالظبط كده، إحنا يعني نقابة مهندسين مصر قامت بعمل ندوة كبيرة جدا بتتكلم عن مساندة القيادة السياسية في مبادرة الدولة الأولى للسيارات الكهربية ومبادرة الدولة الثانية في العمل بسيارات الغاز. أجمع الكثير من العلماء والمفكرين والأساتذة والدكاترة على أن الغاز يعمل في عالم الصناعة ب 14 ضعف عنه في مجال السيارات، بمعنى أن أنا عندي صناعة الأسمدة، صناعة الأسمنت، صناعة البتروكيماويات، صناعة الحديد والصلب، صناعة السكر، كل هذه المنتجات، صناعة اليوريا، كل ده بيعتمد على على الغاز. احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول لما يكون الغاز مردود 14 ضعف في عالم الصناعه، يبقى لازم نتجه الى الغاز في عالم الصناعه. نمره اثنين، نتكلم على ان الكهرباء النهارده مصر عندها طفره غير مسبوقه في توليد الكهرباء، بمعنى ان احنا عندنا في بني سويف والبرولوس والعاصمه الاداريه الجديده عندنا محطات توليد في حدود 4800 ميجا وات. لما بنتكلم على الضبعه النووي بنتكلم على 4000 ميجا وات، بنتكلم على 26 محطه كهرباء جديده هتخرج 26000 ميجا وات، يعني بتساوي 12 ضعف ما ينتجه السد العالي. عندنا محطه الحمراوين 6000 ميجا وات، عيون موسى 2640. في مجال النقل في 29 محطات بتاعه المحاولات لانتاج 40750 ميجا وات. بنتكلم على العوينات، وبنتكلم على الساحل الجنوبي واسوان عاصمه الشمس في بنبان، بتطلعنا بالطاقه الشمسيه في حدود 2000 ميجا وات. طب طاقه الرياح في جبل الزيت في خليج السويس بنتكلم على 250 ميجا وات. يبقى احنا بنتكلم على خرج فوق الرائع والممتاز بالنسبه للكهرباء، يكفي لاستخدام المنازل، يكفي لاستخدام الصناعه، ويكفي للعربيات الكهربيه. ليه؟ لان التوجه، احنا دايما عايزين نقول ايه؟ لازم نبدا من حيث انتهى الاخرين. لما تبقى الدوله عندها الامكانيات دي، هو ايه الفرق بين البنزين والغاز والكهرباء في معدلات التلوث؟ الكهرباء معدلات تلوث تساوي صفر، البنزين والديزل اعلى معدلات التلوث. عندنا الكربون مونوكسيد في عربيات البنزين، وعندنا النوكس في عربيات الديزل. يعني في بعض الدول كانت عشان النوكس الغازات النيتروجين السامه دي في محركات الديزل، كانت تعمل ايه؟ كانت تجيب بعض المواد تضيفها في خزانات
الوقود في السيارات عشان تقلل معدلات التلوث. طب ليه لو احنا عندنا الكهرباء؟ شفنا امريكا، بلجيكا، الصين وهي الاعفى على مستوى العالم، تكلم كلها في صناعه الكهرباء، تكلم كلها في مركبات كهربائيه. نشوف ان العالم بيتجه 2025 2030 للكهرباء عشان تبقى معدلات التلوث تساوي صفر. لكن العربيات التي تعمل بالغاز احنا بنقلل استهلاكات البنزين بالفعل بشكل كبير، بنقلل معدلات التلوث بشكل تقريبا بسيط جدا. ليه؟ لان الغاز لو احنا اتكلمنا على البنزين هتلاقي البنزين عندنا الكاليفريك فاليو او القيمه الحراريه هي بنزين 80، بنزين 92، بنزين 95. لو جينا نبص على الغاز هنلاقي الكاليفريك فاليو بتاعته 120، يعني في جاب كبير قوي ما بين ال 95 وال 120. ده بيعمل ايه؟ في الحراره بتاعته بتبقى حراره بتكتسب بشكل كبير جدا، لما تيجي تسيب الحراره هتبدا تسيبها ببطء شويه، وده بيعمل ايه؟ شركات تحويل الغاز تبدا تعمل بخات من البنزين اثناء عمل الغاز. ليه؟ عشان تبرد المحرك من الداخل. يبقى هل بالفعل اللي هيحول عربيته من بنزين لغاز هيكون في مفتاح في التابلو بحيث ان يبقى عنده برضه يعني عنده استخدام الاثنين مع بعض، ان انا ممكن استخدمها غاز واستخدمها بنزين؟ حضرتك هتبصي على الدريكسيون هتلاقي على ايدك الشمال، تلاقي ايدك بتنزل ايد الشمال هتلاقي فيه سويتش، السويتش ده للتحويل. من هنا بقى هنتكلم على ايه؟ على جزء مهم جدا بيستخدمه كل العالم المتقدم الان. بنتكلم على العربيات الدول، العربيات الدول اللي بتشتغل بمنظومتين، يعني ايه؟ الغاز بيشتغل ببنزين وغاز. هنشتغل على العربيات الهايبريد، العربيات الهجينه، سيارات الهجينه تعمل بمحرك بنزين وموتور كهرباء. طب ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين البنزين والغاز؟ عندنا محركات البنزين والديزل لما بنيجي نشتغل عليها الباور بتاع العربيه بيطلع جرادولي من الصفر، يبدا يطلع 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 يزيد يزيد يزيد، ده مع زياده السرعه. طب التورك او العزم اللي بيخلينا نشد بالعربيه هتلاقيه بيبدا برضو من ضعيف، يبدا شويه بشويه بشويه يبدا. طب العربيات الهايبريد اللي هجينا عشان فيها كهرباء وفيها بنزين، الكهرباء التورك او العزم ماكسيمم عند زيرو سبيد، يعني وانا هي العربيات الهجينه دي ده جيل من العربيات لوحده اوريدي خارج من المصنع كده، ولا انا عربيتي كدا بنزين فهحولها؟ لا, لا لا خالص، لا هو خارج من المصنع كده، هو خارج لكده اصلا، يعني مش عربيه بنزين عادي هحولها الغاز هقوم حاطه السويتش ده. بص، العربيه الغاز هتتحول من الغاز من البنزين للغاز بسويتش. لكن العربيه الهايبريد هي فيها موتور الكهرباء وفيها محرك البنزين الاثنين مع بعض، وهي خارجه كده اساسي من الايه؟ من المصنع. مفيش فيها اي اضافه زي ما بتقول. دي بدات تتباع يعني وتبقى موجوده؟ اه، وبتتباع بشكل كبير جدا. طبعا بتتباع بشكل كبير جدا، لانها حاجه يعني ممتازه في وجهه نظري ان احنا بنشتغل عليها. لكن احنا بنقول لما يبقى عندنا الكهرباء وعندنا محطات الشحن، ليه؟ احنا بنتكلم ايه الفرق بين الكهرباء والبنزين؟ احنا قلنا في الكهرباء مصر ولدت كميات قد ايه كبيره جدا من الكهرباء تكفي لاستخدامات العديد من الايه؟ العديد من الاستخدامات. يعني يمكن حضرتك بتقول انه في فائض من الغاز وفائض من الكهرباء يقضي ان احنا نبتدي نحول سياراتنا او نبتدي نتعامل مع سيارات الكهرباء ونحول من بنزين لغاز. بنشتغل على الجبهتين بس انا بقول ايه؟ ان احنا عندنا مصر لازم يبقى فيها انفراستراكشر. يعني ايه انفراستراكشر؟ يعني بنيه تحتيه من اسكندريه الى اسوان. ده بقى السؤال اللي انا كنت عايزه اساله لحضرتك، بمعنى امتى هتكون الدوله على اتم جاهزيتها فيما يخص ان انا على مستوى محافظات الجمهوريه طول ما انا ماشيه في الطريق الاقي عندي البنزينه اللي بتتعامل بالكهرباء والبنزينه اللي بتتعامل بالغاز، ما يبقاش عندي قلق مثلا من ان هي اعدادها محدوده او البطاريه هتفضى مني قبل ما اوصل لبنزينه او وات ايفر اللي هي اللي هتشحن بالكهرباء لو انا عربيتي كهرباء. بالظبط اللي احنا بنقول عليه ايه؟ لازم الانفراستراكشر او البنيه التحتيه تغطي مصر تماما، من الاسكندريه الى اسوان، من اسكندريه الى اسوان. بمعنى لو احنا اتكلمنا على موضوع الغاز ده هنلاقي ان كل 1000 عربيه بتحتاج تقريبا محطه تموين للغاز. طب لو احنا عندنا الوزيره بتطمح لتغيير 1.8 مليون بالإضافة إلى مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي السنة اللي فاتت بتحويل 150 ألف عربية في 19 و20 و21، بالإضافة لأن إحنا كان عندنا قبل كده في حدود 300 ألف عربية تقريبا تم تحويلهم للغاز، فأنت بتتكلمي تقريبا على 2235 محطة
تمويل بالغاز بتلزم لتغطية هذا الكلام. طب احنا عندنا في مصر كم محطة؟ عندنا 208 محطة. فلازم هنا المطبخ السياسي، وزارة الصناعة وخلافه بيتكلموا على ان هم الان في مرحلة تجهيز لفتح العديد من المحطات لتغطية الرقم اللي الدولة عايزة تعمله، او وزيرة الصناعة عايزة تتكلم فيه ان هي تحول 1.8 مليون عربية. طب لو بنتكلم على الكهرباء، تقريبا احنا محتاجين في حدود 800 مكان للشحن تقريبا في البدايه، يبقى عندنا 800 مكان لشحن الايه السيارات. طب يعني التايم استيميتد، التايم استيميتد او الوقت اللي ممكن يتنفذ فيه اللي حضرتك بتقوله ده، او الاستعداد، او تبقى على تم استعداد، ممكن في خلال كام سنه مثلا؟ لا دي اجابه تجاوب، يعني الاجابه دي مطروحه للوزيره نيفين جامح، هي اللي ترد عليها لان هي صاحبه القرار في هذا الايه في هذا الاطار. انا بتكلم على بدي بس مجرد نبذه احنا محتاجين قد ايه. الحاجه الثانيه، لما يكون عندي 1.8 مليون عربيه عايزه تتحول، زمن تحويل السياره الواحده 5 ساعات. لو انا عندي 1.8 عربية في 5 ساعات، هيبقى عندي 9 مليون ساعة تشغيل. لو قسمناهم على 8 ساعات في اليوم، وقسمناهم على 25 يوم عمل في الشهر، وقسمناهم على 12 شهر في السنة، يبقى احنا محتاجين 3750 ماستر تكنيشن فني مؤهل لعمل هذه المنظومة. هل احنا لدينا هذا العدد من الفنيين المؤهلين؟ احنا هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على كايزن كونسبت، او بنتكلم على الكونتينيوس. طب هل احنا لدينا؟ احنا لا يوجد لدينا هذا العمل، لا الكم لا يوجد لدينا. لما بنتكلم على المنظومة دي بنتكلم على 3750 ماستر تكنيشن فني مؤهل، بنحسب له احنا حاجة اسمها الافشنسي، كفاءته في الشغل، بنحسب له البرودكتيفيتي، انتاجيته في الساعة وفي اليوم وفي الاسبوع وفي الشهر وفي الكوارتر وفي السنة. عندنا حاجة اسمها الوتيلايزيشن، الاستفادة من كل جزء موجود عشان نقدر نفعل او نقدر نحقق التارجت، الاهداف المرجوه عن طريق الوزيره اللي وضحته في خلال حديثها في خلال هذه الايه في خلال هذا الاطار. يعني فاحنا بنتكلم بنقول ان احنا لما بنشتغل على منظومه الكهرباء نمره 1، هي الافيد والاحسن والاقوى على مستوى مصر. نمره 2 نتكلم على الغاز، نتكلم على عالم الصناعه نمره 1، على تغذيه المنازل بالغاز. نمره 3 نتكلم على عالم السيارات. ليه؟ عشان الناس تبقى فهمة احنا بنتكلم في المنظومة على اي اساس. بنتكلم على utilization، عايزين نستفيد، عندنا كمية غاز كبيرة جدا مش ممكن نستهلكها. الحاجة التانية اللي انا كنت عايز اشير ليها، ان احنا النهاردة لما نيجي نولد كهرباء ونستخدم الغاز في توليد الكهرباء، بنشوف ان دول كبيرة جدا زي اليابان زي المانيا بنستخدم، حتى الان بعض الدول الكبيرة دي تستخدم الفحم لانتاج الكهرباء. ليه؟ عشان تقدر تحافظ على الغاز دوت لاجيال واجيال واجيال، عشان الدوله تبقى بتحافظ على اجيال كبيره جدا انها اللي هو البحث عن مصادر متنوعه لتوليد الكهرباء. بالظبط، ما احنا اتكلمنا عن طاقه الرياح، اتكلمنا عن الطاقه الشمسيه في عاصمه الشمس اسوان على مستوى العالم، هي تعتبر عاصمه الشمس على مستوى العالم، فكل دوت الدوله بتشتغل عليه. فانا شايف وجهه نظري المتواضعه ان احنا لما نشتغل على الكهرباء رقم 1، هي دي هتبقى الاميز ودي الاحسن على مستوى العالم. اكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس جمال عسكر خبير السيارات اللي كان معانا عبر تطبيق زوم، اتكلمنا بالتفصيل، عرفنا احنا واصلين لحد فين في هذه المرحله، مرحله تطبيق منظومه تحويل السيارات من البنزين للغاز، ومدى جاهزيه الدوله لتنفيذ هذه الخطوه، وجاهزيه الدوله ايضا واستعداد الدوله المصريه لاطلاق يعني البنيه التحتيه اللي هتخدم في وجود السيارات الكهرباء. مشاهدينا هسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بفقرتنا الحوارية الثانية، خليكم معنا.